قضايا شهدتها وما زالت تشهدها محاكم بعض الدول الأوروبية موضوعها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في سوريا تبعاً للاختصاص القضائي العالمي. المحاكمات تركت مشاعر متناقضة لدى السوريين وتسببت بردود أفعال متباينة بينهم. فما رأي السوريين؟ وهل تحقق هذه المحاكمات العدالة المرجوة؟ هذه الأسئلة وغيرها في حلقة اليوم، انتظرونا. هذا البرنامج برعاية رابطة المحامين السوريين الأحرار. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج إضاءات قانونية. في حلقتنا السابقة تعرفنا بشكل عام إلى الاختصاص القضائي العالمي وتأصيله والمغزى من وجوده. سنحاول في حلقة اليوم الإضاءة على جوانب إشكالية لدى السوريين، ولا سيما إمكانية أن تطال هذه المحاكمات بعضاً من الضباط المنشقين، أو أن تكون فرصة لبعض كبار المجرمين كي يقضوا فترات عقوباتهم في سجون أوروبية تعتبر كالمنتجعات مقارنة مع معتقلات ومراكز التوقيف سيئة الصيت لدى النظام. سيكون معنا في حلقة اليوم للحديث عن هذا الموضوع المحامي الأستاذ علي الزير، المنسق العام لمبادرة محامون من أجل حقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ علي، ضيف عزيز على البرنامج. أهلا بك أستاذ كريم، شكرا. الزملاء في حلب اليوم أجروا استطلاع لتبيان مواقف بعض السوريين من المحاكمات التي جرت في أوروبا والتي لا تزال تجري. خلينا نشوف الاستطلاع مع الأعزاء المشاهدين وبعدين نرجع نكمل الحكي. في سوريا المستقبل إن شاء الله راح يتم محاكمة جميع هؤلاء المرتكبي جرائم، أما في أوروبا أنا لا أثق في العدالة الأوروبية ولا أعتقد أن أوروبا تحاكم إلا فقط أشخاص محددين، لا تحاكم جميع المرتكبي جرائم. ونحن شاهدنا أنه في كتير عالم ساكنين وقاعدين أخذوا حق اللجوء في أوروبا وهني مرتكبي جرائم وفي إثباتات عليهم، ولليوم القضاء الأوروبي ما تحرك ولا قدم أي شيء بهذا الموضوع. ما في غير محاكمة أنور رسلان ومحاكمة شخصين أو ثلاثة تانين، وممكن نشوف محاكمات بالمستقبل بس لأشخاص محددين، ما راح يكون بشكل عام لكل مرتكبي جرائم اللي هني متواجدين بأوروبا بشكل كبير. تمام، أنا برأيي أنا شاهدت محاكمة أنور رستان، هي خطوة جيدة ولكنها خطوة متأخرة جدا. يعني أنور رستان الآن أصبح له في ألمانيا عدة سنوات، لماذا تأخرت هذه الخطوة إلى الآن؟ ويا ترى هل هناك أشخاص آخرون سيحاكمون أم فقط المحاكمة يعني لمجموعة صغيرة؟ والأمانة نحن كسوريون نرغب بمحاكمة كل النظام من بشار إلى باقي رموز النظام. الذي الآن لوحق فقط هو شخص واحد، فقط موجود أنور رسلان من بين كل هؤلاء الذين تم القبض عليهم. وين بقية العناصر الشبيحة الموجودين اليوم في ألمانيا وأخذوا حق اللجوء؟ في كثير ناس علاء الموسى ليش لليوم ما تم محاكمته؟ مضى عليه الآن علاء الموسى ما يقارب يعني 10 أشهر، ما شفنا أي جلسة حكم بحق علاء الموسى، ليش شفنا بحق أنور رسلان؟ وليه أنور رسلان كونه كان عسكري فقط؟ وين المدنيين اللي كانوا موجودين اللي انتموا للميليشيات الدفاع الوطني أو ميليشيات الشبيحة اللي قتلت ونكلت بالناس؟ هذا السؤال اللي بيطرح نفسه. لذلك القضاء الأوروبي ما راح يكون يحاكمنا باسم الإنسانية، الإنسانية تحاكم عندما يتم ملاحقة من ارتكب مجازر بحق الشعب السوري اللي قصفهم بالبراميل، ساعات بيحاكموا الميليشيات الإيرانية، بيحاكموا الميليشيات الروسية، بيحاكموا الميليشيات الطائفية اللي أتت من العراق واللي أتت من أفغانستان واللي أتتنا من كل حد من وصوب لقتلنا. يلاحقوا جماعة حسن نصر الله وحزب الله أدل كثير على تورطهم بالقتل وتغولهم في دم الشعب السوري. الميليشيات أبو الفضل العباس، زنابيون، فاطميون اللي أتوا من العراق كلهم موجودين اليوم. البوكمال اليوم أكبر شاهد على هذا الشيء اللي صار، اليوم موجودين هني بشرق سوريا، ليش ما بيحاكموا القضاء الأوروبي؟ مرحب بكم مرة أخرى، كما نجدد الترحيب بالضيف الكريم المحامي الأستاذ علي الزير. أستاذ علي،
معلش نعدد بالأول شو هي المحاكمات اللي صارت في المحاكم الأوروبية بعد الثورة السورية بخصوص جرائم حرب أو بالأحرى حكم فيها متهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا؟ لا يعني لا يمكن تعداد الكل لعد أكثر من سبب، وأهم أنه في بعض الإجراءات أو العمليات الملاحقة الحالية بسبب سرية التحقيقات فلا يمكن الورود على ذكرها، بس بشكل أساسي يعني في كثير من دول فعلت الاختصاص العالمي لديها مثل النرويج، إسبانيا، السويد، أيضا سويسرا والنمسا، والأكثر شيء كان ظهر على السطح هو المحاكم التي أجريت في ألمانيا، سواء كان للمحاكم السابقة كومنز اللي كانت لأنور أسلان وإياد غريب أو للمتهم علاء موسى، ومؤخرا عم نشوف المحكمة اللي ضد مجزرة اليرموك اللي شخص المتهم فيها هو موفق دال، هذا الاسم الاصطلاحي التي اصطلحت عليه المنظمة من أجل الحفاظ على سرية المحاكمات. هذا باختصار. يعني في كتير إجراءات صارت، حتى يعني في بعض المحاكم مثلا حاكمت بالسويد على سبيل المثال، وفي أشخاص سواء من الجيش الحر أو من جبهة النصرة أو من تنظيمات تانية كانوا متواجدين على أراضي بعض هذه الدول وتم محاكمتهم وفق الاختصاص العالمي بسبب وجودهم بتلك الدول. تمام، مثل كمان مجدي نعمة اللي بفرنسا. بكل تأكيد بكل تأكيد نعم. اللي اسمه إسلام علوش. نعم. هلا بكل الأحوال أستاذ علي، أنت لاحظت من الاستطلاع اللي حضرناه نعم. إنه في شريحة كبيرة من السوريين غير راضيين عن المحاكمات اللي عم تصير بأوروبا، عم يعتبروا إنه هاي المحاكمات ما رح تؤدي إلى العدالة المنشودة اللي هن كانوا عم يحلموا فيها نتيجة الجرائم الكتير اللي صارت في سوريا بعد الثورة. شو بتحب تحكي لهم هدول الناس؟ هلا بكل تأكيد يعني هذه المحاكمات لن تكون هي الكافي لإنصاف الشعب السوري جراء الجرائم التي تعرض له خلال سنوات الثورة السابقة، ولكن للأسف هذا هو الخيار الوحيد المتاح حاليا. يعني نحن المحكمة الجنائية الدولية مغلقة بوجه السوريين بسبب عدم توقيع سوريا، وأيضا الفيتو الروسي الصيني اللي دائما يستخدم في مجلس الأمن من أجل عدم إحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية، محاكم خاصة نحن بحاجة إلى قرار مجلس الأمن، أو محاكم مختلطة أيضا نحن بحاجة إلى اتفاق بين حكومي وجمعية العام الأمم المتحدة، ولكن للأسف كل هذه الخيارات غير متاحة. الوحيد المتاح أمامنا هو الاختصاص العام للوقت الحالي. هل هو كافي؟ بكل تأكيد أنا كشخص سوري أقول بأنه أنا غير مقتنع أو غير متأكد أنه كافي، ولكن هي الخيار الوحيد، لابد أن نسلك هذا السبيل لحين خلينا نقول إتاحة سبل أخرى للانتصاف فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بسوريا. طيب كثير من السوريين عم يحكوا أنه والله ليش ما عم نشوف محاكمات لكبار المجرمين اللي تابعين مثلا للنظام بشار الأسد وكبار ضباطه بأمان، بالعكس عم يجري تسويقه حاليا مرة تانية لإعادة تلميعه لإعادة تقديمه للمجتمع الدولي. بينما ممكن نشوف نحن ضابط منشق أعلن وقوفه مع الشعب وتخلى عن منصبه عم نشوفه بالسجن، وين المحاكمات اللي عم تتم للشبيحة اللي هن موجودين في أوروبا؟ يعني هاي أسئلة عم يذكروها السوريين. لا، فيما يتعلق بابتداء في موضوع إعادة ترويج وإعادة خلينا نقول صناعة النظام، جد هذا موقف سياسي خلينا نقول شوي بعيد عن الجانب القانوني اللي عم نحكي فيه، ولكن مرتبط بطريقة أو بأخرى بالنتيجة الدول عم تحكم سياسات. فيما يتعلق بأنه ليش احنا ما عم نشوف رأس النظام أو الأشخاص المرتكبين ضباط ذوي الرتب العالي المرتكبين للجرائم، هي بالنتيجة أنه إجراءات تفعيل اختصاص العالمي تختلف من دولة إلى دولة أخرى. بعض الدول تشترط شروط لا يمكن تحقيقها، على سبيل المثال ألمانيا تشترط أن يكون الموقوف أو الشخص المدعى عليه هو ضمن خلف القضبان لحتى يتم محاكمته أو الشروع بجلسات المحاكمة، يمكن رفع دعوة ابتداء على هذا الشخص ومن ثم يصدر مذكرة توقيف على الغياب، وتقف مثل ما صار مع جميل حسن مثلا أو علي مملوك، صدرت مذكرات توقيف على الغياب ولكن لم يشرع بجلسات المحاكمة بسبب عدم إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص. فيما يتعلق بالشبيحة أو الضباط أو الأشخاص الآخرين الموجودين بأوروبا، الموضوع مرتبط بهم تحريك الدعوة العامة من قبل النشطاء والمحامين الموجودين بهذه الدول اللي هني متواجدين فيها، تنجي توفر الشهود. يعني مش أنا إذا كان أنا شفت حدا موجود بأوروبا قادر حرك الدعوة، لكن إذا ما كان عندي أدلة كافية ما كان عندي شهود موجودين ضمن أوروبا لحتى أنا أقدر حرك الدعوة العامة، فبالتالي رح يكون الدعوة مصير الفشل ابتداء. مشان هيك بتحس أنه أغلب النشطاء سواء منظمات المجتمع المدني السوري الموجودة بأوروبا أو حتى منظمات دولية عم بتساعد بقضية محاسبة المجرمين على انتهاكات اللي عم بتصير بسوريا، بيروحوا بعمامية التفاضل الخاصة في بمدى توفر الشهود أو الأدلة الكافية للقيام بهذا الإجراء. طيب أستاذ علي، بقي رفعت الأسد
المتهم بارتكاب جرائم كثيرة في سوريا بقي في أوروبا. أين كانت العدالة الأوروبية من محاكمة رفعت الأسد؟ البعض يقول أن السياسة لها دور في يعني موضوع العدالة في أوروبا حتى، يعني السياسة تتحكم بموضوع العدالة، هل هذا صحيح؟ إلى حد ما بعض الدول. فيما يتعلق، يعني أمشي النقطة الأولى فيما يتعلق برفعت الأسد، لم يتم رفع دعاوى ضد رفعت الأسد فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها بالثمانينات في وبالذات في سجن تدمر سيء الصيت، اللي دائما السوريين عندهم ألم، كل السوري عنده ألم فيما حدث بفترة الثمانينات. حدثت أنه رفعت دعوى ضد رفعت الأسد قدام محاكم سويسرية، ولكن للأسف لم يقدم رفعت الأسد إلى سويسرا، وبالتالي لم تفعل هذه الإجراءات. الدعوى الوحيدة اللي رفعت ضد رفعت الأسد هي دعوى قدام المحاكم الفرنسية على جرائم مالية، لم يكن لها أي علاقة بالجرائم، سواء الجرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الانتهاكات العامة اللي ارتكبت في سوريا بالفترة اللي كان هو موجود فيها، كي هي دعوى مالية. فيما يتعلق بارتباط السياسي إلى حد ما، يعني التجربة اللي صارت في إسبانيا على سبيل المثال، أوكي المدعي العام بعد ما تحقق كل الشروط الواجبة لتحريك الدعوى العامة قدام المحاكم الإسبانية فيما يتعلق بجرائم إرهاب الدولي، والتوصيف القانوني في القانون الإسباني كان هو جرائم إرهاب الدولي، وكنا عم نحكي عن فترة 2012 و2013 اللي بهديك الفترة لسه لم تظهر التنظيمات اللي إلى أديولوجية معينة، فبالتالي كانت هذه الفترة هي جرائم يرتكبها الحكومة السورية أو النظام السوري، وبالتالي بعد ما استكملت كل رفض المدعي العام تحريك الدعوى العام قدام المحاكم الإسبانية، فبالتالي تدخلت السياسة في جزء من هون. وبشكل عام السياسة ليست بعيدة عن القانون، نأمل أن تكون بعيدة في كثير محلات، في حيادية إلى حد ما، في استقلال القضاء في الدول الأوروبية، ولكن ليست بمنأى 100% عن السياسة. ما تزال السياسة تدخل في بعض المحلات من أجل خلينا نقول الشروع ببعض المحاكمات. تمام. طيب مستمرون معكم بنقاش موضوع المحاكمات لمتهمين سوريين في محاكم ذات اختصاص قضائي دولي، لكن نتوقف سوية مع فاصل قصير ثم نعود. أهلا وسهلا بكم مجددا، وموضوع حلقة اليوم عن محاكمات بعض السوريين في القضاء الأوروبي بالاستناد للاختصاص الدولي لمتهمين بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا. الأستاذ علي الزير معنا، نرحب فيك مرة ثانية. البعض أستاذ علي عم يقول أنه هاي المحاكمات اللي عم تتم في المحاكم الأوروبية قد تؤدي إلى إفلات عدد كبير من المتهمين من العقاب،
نتيجة عدم توفر الأدلة الكافية، نتيجة عدم قدرة هذه المحاكم على التحقيق الميداني، الوصول لمسرح الجريمة، الوصول لكثير من الشهود، سواء الكثير من الأدلة التي أتلفت أو التي فقدت. هل هذا الكلام صحيح؟ ابتداء أستاذ إبراهيم، خلينا نقول أو خلينا نعترف أنه هذه العدالة أو هذه الإجراءات فيما يتعلق بالعدالة للسوريين وفق اختصاص عالمي هي إجراءات ليست بديلة عن العدالة التي يطمح لها سوريا، هي إجراءات مؤقتة لكونها هي السبيل الوحيد المتاح حاليا. فيما يتعلق بإفلات الناس من العقاب، أعتقد أنه في كثير من منظمات المجتمع المدني السوري الموجودة بأوروبا اللي عم بتتابع كل المتهمين المحتملين، وبالتالي عم بتحاول ترفع دعاوى ضدهم في حال توفر الأدلة والشهود. فيما يتعلق بضياع الوثائق، نعم ممكن، ولكن كمان الثورة السورية فيها حجم توثيق هائل في كثير من القضايا. عمليا عندنا مئات أو آلاف التوثيقات حول ارتكاب أنواع معينة من انتهاكات من قبل حتى أفرع محددة بذات أو أشخاص محددين. لا أعتقد أنه سوف يساهم في إفلات من العقاب، ولكن في مرحلة ما ليس هو الخيار الأمثل للسوريين، هو الخيار المتاح. خلينا نقول فيما يتعلق ببعض الدول التي تفترض مثلا إجراءات مخصصة لتفعيل اختصاص العالمي، نعم قد أن هناك يوجد مجرمون على أراضي هذه الدول، ولكن لا تستطيع أن تحريك دعوة العامة باتجاههم بسبب الإجراءات في القانون الوطني لتلك الدول التي تمنع أو تحول بسبب الظروف السياسية أو الدولية الحالية أن تقوم بتحريك دعوة العامة. فخلينا نقول لا يمكن أن يجاب بنعم أو لا، ولكن هي الظروف تتبع كل دولة وكل جريمة على حدة. تمام. هلا كمان في استفسار من بعض السوريين انه هاي المحاكمات عم تتم لمجرمين او متهمين بشكل شخصي، وبالتالي لا تبعات قانونية على النظام، لا تبعات قانونية على الدولة السورية. هذا الكلام صحيح؟ صحيح، لانه الابتداء انه المسؤولية الجنائية الدولية هي مسؤولية فردية، يعني انت ما فيك تدعي على الدولة السورية، انت بتدعي على اكس من الناس بالدولة السورية اللي هو ارتكب بهذه الجريمة. هذا اولا، فبالتالي او هذا اولا انه المسؤوليه الجنائيه الدوليه مسؤوليه فرديه. اثنين، خلينا ناخذ المثالين الاكثر شهره فيما يتعلق بالاختصاص العالمي، الدعوه محكمه كوبلز لإياد غريب وغزال، اياد غزال او اياد غريب وانور رسلان وعلاء موسى. كلا الدعوتين لم يتم تاسيس المسؤوليه القانوني للقاضي عن هذه الجرائم، وانما كانت ادعاءات شخصيه على هؤلاء الاشخاص. ومثل ما بتعرف حضرتك انا بدي اسس دعوى وفق اختصاص على اساس مسؤوليه القاضي، فانا بحاجه لمجموعه شروط هي وجود العلاقه الهرميه والعلم او افتراض علم هذا القائد بان هناك انتهاكات قد وقعت. الثالث شرط انه يكون فشل او لم يقم باتخاذ اجراءات من اجل انصاف الناس. الشروط الثلاثه محققه في سوريا، هناك بعض خلينا نقول المنظمات الدوليه قامت ببناء ملفات ادعاء تشمل راس النظام السوري وعدد كبير من الضباط من الصف الاول، ولكن الى الان لم تتح الفرصه لكي ترى هذه الملفات النور بالوقت الحالي. تمام، لكن اظن حيثيات القرارات التي تصدر في هذه المحاكمات، نعم، الشخصيه ايضا قد تؤسس مستقبلا لبناء ادله كافيه على المنهج الذي يتبعه النظام الحاكم في سوريا في ممارسة الاستبداد وارتكابه للجرائم والمجازر الكثير اللي ارتكبها بحق حيثيات القرارات هي قد تكون أحد الأدلة الإثبات الإضافية فيما يتعلق بالدعاوى اللاحقة لسوف تشمل رأس النظام. تمام. طيب أيضا من الانتقادات التي توجه لهذه المحاكمات أن هناك بعض المنظمات التي تهتم بناء ملفات لتحريك هذه الدعاوى في هذه الدول الأوروبية تأخذها باتجاه يعني باتجاهات معينة، هل هذا صحيح؟ لا أعتقد ذلك مطلقا صديقي. المنظمات أثناء القيام بالتحضير لملف ادعاء تقوم بمقارنة مدى توافر الأدلة والشهود المحتملين على رفع دعوى ضد إكس من الناس، ففي حال توفر هذه الأدلة والشهود فبالتالي تقوم بإجراءات تقديم طلب الادعاء إلى المدعي العام. غير ذلك لا أعتقد أن هناك أي منظمة مجتمع مدني سوري تعمل قضية محاسبة المجرمين لها توجهات سياسية بحيث أن تستثني إكس من الناس كونه هو محثوب على جهة معينة وتقوم بالشروع بمحاكمة أشخاص آخرين، على الأقل حسب علمي لا أعلم هكذا الشيء. تمام. طبعا نحن عم ننقل فقط الأسئلة التي يرددها بعض السوريين ملاحظاتهم حول هذه المحاكمات، منها أيضا أنه هي في انتقائية باختيار المتهمين،
يعني أنه بكل المقيمين بفرنسا ما شافوا غير مجدي نعمة بأول محاكمة صار الضابط منشق، وين بقية الشبيحة؟ هل هذا الاتهام الموجه لهي المنظمات والقائمين عليها بالانتقائية هو أيضا اتهام صحيح أم لا؟ لا، ليس اتهاما صحيحا. أعود وأقول صديقي أستاذ إبراهيم، الموضوع يرتبط أساسا بمدى توفر الأدلة والشهود قبل البدء أو الشروع بأي إجراءات تحضير لرفع دعوى معين ضد أي شخص كان، ولكن هي الظروف شاءت بهذه الطريقة، أن هناك شهود محتملين كانوا موجودين، هن أشخاص عرضوا على انتهاك عيد هذا الشخص، فبالتالي هن كانوا أصحاب المبادرة للقيام بتحريك الدعوة العامة ضده، وأيضا ساهمت المنظمات الموجودة سواء كانت الأجنبي أو السوري المتواجد على الأراضي الأوروبية برفع أو تأمين محاكمات أو تقديم الادعاء العام ضد هؤلاء الأشخاص. لا أعتقد أو لا أرى أن هناك تسييس لهذه القضية من قبل المنظمات، وهذا كلام أقول حسب ما أنا مطلع على أعمال المنظمات تقوم بهذا العمل، لا يوجد تسييس للملف. تمام. طيب، بنوجه التحية لكل سوري مخلص في كل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في ملف المحاسبة في سوريا على جهودها المخلصة، إن شاء الله نأمل طبعا أن تثمر بشكل إيجابي. طيب، سؤال أخير أستاذ علي، قريب من موضوع حلقتنا لكنه خارج السياق، هو عن موضوع سمعنا عن دعوة هولندية ضد نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية، فيك تشرح لنا شوي شو هاي الدعوة؟ أوكي. ابتداء محكمة العدل الدولية هي لا تحاكم أفراد، تحاكم دول، وهذا عكس المحكمة الجنائية الدولية، هي تحاكم أفراد ولا تحاكم دول. نعم. يعني أنا لا أستطيع أن أقوم برفع دعوة دام محكمة جنائية ضد الجمهورية العربية السورية. نعم. ضد بشار أسد أستطيع، بينما دام محكمة العدل الدولية فأنا أخاصم الجمهورية العربية السورية. نعم. هذا الشرط، يعني فبالتالي أطرافها هي دول. اثنين، يجب أن تكون هي نتيجة دول في اتفاق تعاقد معين، وبالتالي صار في اختلاف على اتفاقية معينة، فتلجأ هذه الدول باتجاه محكمة العدل الدولية لتطبيق هذه الاتفاقية التي ألزمت الدول نفسها من خلال التصديق عليها. ما حدث بسوريا أن سوريا وقعت وصدقت على اتفاقية منع التعذيب بسنة 2004، وأيضا هولندا وكندا دخلوا الدعوة اتصالات مشتركة هولندية كندية فيما يتعلق باتفاقية محط التعذيب، وقدم الطلب لأنه ينعقد الاختصاص المحكمة العدل الدولي باستناد للفقر المادة 30 من اتفاقية منع التعذيب اللي بتنص على أنه في حال نشأ أي خلاف حول تطبيق هذه الاتفاقية فتكون محكمة العدل الدولية المختصة في الفصل بهذا النزاع. التفصيل المهم جدا هون أنه لا يمكن مباشرة أن تنعقد جلسات المحكمة العدل الدولي بناء على الدعوة أو على الدعوة التي تقدمت فيها كندا وهولندا أبدا، هي بحاجة لإجراءات. الإجراء الأول هو أن تقوم هناك تفاوض بين الدول الموقعة على الاتفاقية، مراسلات بين الدول، اتصالات بين الدول. أول شيء هو ينشأ نزاع موجود أنه هولندا وكندا عم بيقولوا في تعذيب بالسجون السورية، والنظام السوري يقول ليس هناك ينكر التعذيب أساسا، فبالتالي النزاع هنا نشأ. الخطوة بعد أن يكون هناك تفاوض، الخطوة بعد أن يكون هناك تحكيم، بعد التحكيم ينعقد الاختصاص وتبدأ جلسات محكمة العدل الدولية. فبما يتعلق محكمة، نحن ما زلنا في الخطوات الأولى بصراحة فيما يتعلق بالمحكمة العدل الدولية. طبعا شو ممكن تساوي محكمة العدل الدولية؟ محكمة العدل الدولية فيها طالب من النظام أول شيء أنه يلتزم بالاتفاقية، يحاول يصلح الأماكن الاحتجاز لحتى تكون مناسبة لحقوق المعايير لحقوق الإنسان، تطالب بالتعويض للضحايا اللي كانوا ضحايا انتهاكات التعذيب، وأيضا لا سمح الله إذا كان أحد الأشخاص قد توفي نتيجة التعذيب فيستطيع زويه الذين كانوا يعيلوهم بالمطالبة بالتعويض عن من الدولة السورية. طبعا هنا تستطيع أيضا المحكمة أن تطلب من الحكومة السورية أن تقوم بمحاسبة الأشخاص اللي ارتكبوا التعذيب، وتطلب أيضا فتح تحقيق بكل الادعاءات التي يغلب عليها طابع الصحة فيما يتعلق باتهامات تعذيب لأفراد الأمن أو الشرطة أو الجيش السوري. تمام. طيب، بدي أتشكرك كثير أستاذ علي. أنا آمل أنه تكون قدرت تقدم إجابة على بعض تساؤلات السوريين، ونكون نزيل هاي الشكوك اللي دائما عم تبرز في موضوع المحاكمات لبعض المجرمين في المحاكم الأوروبية. شكرا كثير. شكرا جزيلا أستاذ زوري، أمل ذلك. أعزائي المشاهدين، ما لا يدرك كله لا يترك جله. صحيح أن المحاكمات التي تجري في بعض الدول الأوروبية لن تحقق العدالة الكاملة،
باعتبار أن تلك المحاكم لن تتمكن من محاسبة كل المجرمين، لكن على الأقل هناك ضحايا كثر تجددت ثقتهم بمنظومة العدالة وهم يرون جلاداً عذبهم وارتكب الجرائم المختلفة بحقهم خلف القضبان. وكذلك سيبقى بقية الجلادين تحت وطأة الخوف تلاحقهم هواجس الوقوع يوماً ما في قبضة العدالة. مستمرون معكم وسنتابع الإضاءة على المسارات المختلفة للعدالة، فانتظروا حلقتنا المقبلة. نلقاكم بخير.